بالليل إن شاء الله عشاء للزوار المخيم. بالإضافة بالنهاية راح يكون في ألعاب نارية وفاير وورك للختام. وإحنا نرحب فيكم وحياكم الله في مخيمنا. مشاهدينا الكرام نحييكم، وايضا شفنا قبل شوي هذا التقرير اختتام هذه الفعاليات. ما شاء الله يعني هذه السنه بدايه المخيمات وايضا بدايه هذه الاحتفاليات الوطنيه، والكويت تزخر بهذه الفعاليات في شتى الاماكن، ان كانت في مخيمات ربيعيه او حتى ان كانت في اماكن اخرى تقام فيها مهرجانات وفعاليات حتى على مستوى المؤسسات للدوله، جمعيات النفع العام، ايضا هناك كثير من الانشطه تقام في جميع النواحي ايا كانت هذه الجهه رسميه او قطاع خاص. عموما نروح معكم الى فعاليه اخرى، اليوم عندنا يزخر او تزخر فقرات الفعاليات وكثيره هي لدينا، وقيمه فعاليات الاسبوع الثقافي في المغربي في دولة الكويت بعدد من الفعاليات الأدبية والثقافية المتنوعة. الفعاليات مشاهدينا اشتملت على الشعر والأدب وأيضا العروض المسرحية، كما هناك المحاضرات الأدبية كان لها يعني بالتأكيد نصيب وافر من هذه التظاهرة الثقافية على أرض الكويت الحبيبة. شوف معاكم هذه التظاهرة الثقافية. في إطار فعاليات الأسبوع الثقافي المغربي، أقيمت أمسية شعرية برابطة الأدباء للشاعرة أمينة المديني والشاعر علام الحجام بحضور أعضاء رابطة الأدباء والسادة الحضور من محبي الشعر المغربي وعدد من الجاليات المغربية بدولة الكويت والصحافة والإعلام. في البداية قدم الشاعر علام الحجام كلمات من خلال الفعالية لإلقاء الضوء على الشعر بالمغرب الصديقة. بالمشاركة ضمن فعاليات الأيام الثقافية المغربية في الكويت الحبيبة التي تأتي تجسيدا لعلاقات المحبة القائمة بين بلدينا الشامخين وتعزيزا لجسور التواصل مع إخوتنا المثقفين
أدباء وفنانين وفاعلين جمعويين ومهتمين في هذا البلد الطاهر الذي نعرف مدى احتفائه بالثقافة، علما بأننا جميعا قد نهلنا جزءا كبيرا من ثقافتنا ومعارفنا من منابعه الزاخرة، أعني منابره البهية وخاصة مجلتي العربي وعالم الفكر وسلسلة عالم المعرفة التي تكاتفت جهودها على جعل الثقافة في متناول الجميع. حينما اقترح علي الإخوة المنظمون وخاصة السيد سفير المملكة تقريب حضراتكم من بانوراما الشعر المغربي، لم أتوانى عن الترحيب تواً بالفكرة، إدراكاً مني بأن الشعر المغربي أقل انتشاراً في الأقطار العربية من الشعر المصري أو السوري أو اللبناني، ليس في الكويت فقط بل في العالم العربي عموماً، غير أن هذه المهمة تقتضي منا تقديم 6 ملاحظات، هي أن مداخلتي القصيرة سوف تقتصر على توصيف أهم الملامح المميزة للشعر المغربي دون أن تعنى بالغوص عميقا في آليات اشتغاله. ثم تحدثت الشاعرة أمينة المدينية عن الشعر المغربي مع الحديث عن مشوارها مع الشعر. عبودية، لا ترقني، ما للمقتل راقي أو للدموع لدى التوله راقي أو للفؤاد غداة أسماه القضاء وأحل روحي والدمى من واقي، لا تعذب اللذات في غير الجوى والدمع موجج بالدم المهراق، زدني بجمرك في الأنام توهجا أشرق بنورك أيما إشراق، وأكن حكايا العاشقين وآية بيضاء تخرق حلكة الآفاق، وأرق وأورق في دمائي إنما يحيى العميد بمائك الرقراق. مشاهدينا، جميل أن تكون هذه الفعاليات من الدول العربية الشقيقة كالمغرب وغيرها من الدول تشاركنا في مثل هذه الفعاليات والاحتفاليات، وأيضا هي لديها فعاليات تقيمها على أرض الكويت مثل هذه الفعالية المغربية الثقافية التي أقيمت في الكويت. وكما شاهدتم الشعر العربي الفصيح في جماله ورونقه وأيضا أدائه من قبل الشعراء مشكورين على تواجدهم، وأيضا مشكورة هي الجهة التي أقامت مثل هذه الفعالية. نستمر معكم في مساء الخير يا كويت، وإلى فقرة أخرى من فقراتنا لهذا اليوم في إطار الاهتمامات بتنمية المجتمع. احتفلت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بافتتاح أعمال الملتقى التعليمي الثاني حول المناهج الدراسية والتعليم في الكويت. شارك مشاهدينا في أعمال الملتقى عدد كبير من الموجهين العموم وأيضا معدي المناهج الدراسية في وزارة التربية وممثلين عن المدارس الحكومية والخاصة والأكاديميين التربويين. كل هذه الفعالية وكل ما ذكرناه من الأشخاص راح نشوفه إن شاء الله عبر التقرير والملتقى التعليمي الثاني في تقريرنا التالي.
قامت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الملتقى التعليمي الثاني بعنوان المناهج الدراسية والتعليم في الكويت بمشاركة الموجهون العامون ومعدو المناهج الدراسية في وزارة التربية وممثلو عن المدارس الحكومية والخاصة في الكويت ونخبة من الأكاديميين التربويين لمناقشة العديد من الأمور الخاصة بالمناهج التعليمية وكيفية تطويرها عن طريق الاستماع إلى مختلف وجهات النظر من قبل المشاركين. في البداية تحدثت الأستاذة وفاء الجاسم عن أهم المحاور التي ستناقش من خلال المؤتمر فقالت: كما أكدت في مداخلتها أن الكويت وافقت على خطة رباعية للتنمية يحتل تطوير التعليم جزءا أساسيا منها، وأن من أولياء وأولوياتها تطوير المناهج بخاصة مناهج اللغات والرياضيات والعلوم وإدخال التكنولوجيا التعليمية وتطوير قدرات المعلمين والعاملين في حقل التعليم. ونحن نؤكد أن العبء قد زاد على المؤسسة التعليمية مع انفتاح حدود التعليم، فأصبح هناك تحديات تواجه المؤسسات التعليمية والأساليب التعليمية التقليدية، مما يضع طبعا مزيد من العبء للقائمين على التعليم للتسابق لتوفير الأفضل. من هنا ننطلق ونقول أن الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية نظمت لملتقاها الثاني التعليمي اليوم استكمالاً للقائنا الأول في ديسمبر من عام 2009 والذي كان موضوعه التعليم، ولكن اليوم مختلف. اليوم حوارنا سيكون متخصص بالمناهج التعليمية بجلسة حوارية راح يشارك فيها جميع الأطراف. سعينا إلى دعوة جميع المدارس سواء حكومية أو خاصة وأطراف من وزارة التربية، وأيضا جهدنا إلى أن نشجع أولياء أمور لأن يكونوا متواجدين وبدون وجهة نظرهم. بعدها تحدثت الأستاذة منى اللغاني الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام فقالت: بالنسبة إذا عنوان الحلقة هذه اليوم اللي هو المناهج الدراسية، واعتقد راح يكون نقاشكم في من خلال المناهج الدراسية المطورة. طبعا عملية تطوير المناهج، وانا كنت بودي تكون الوكيل المساعد لقطاع المناهج استاذة مريم الوتيد تكون موجودة، لانها لابد ان يذكر اسمها في هذا المجال لكونها هي من بدأت في قطاع المناهج وكانت لها البداية في تطوير المناهج الدراسية. وطبعا هذه المناهج اللي تشوفونها الآن هي ليست وليدة اللحظة، كانت منذ 3 سنوات بدأت عملية التطوير، وأترك المجال طبعا من ناحية الفنية للموجهين العموم اللي شاركوا في تأليف ووضع المناهج المطورة بالنسبة لجميع المواد الدراسية. في بعض المناهج انتهت عملية التطوير وصلوا إلى المرحلة الثانوية، البداية كانت في المرحلة الابتدائية وتسلسلنا إلى المرحلة الثانوية. في بعض المناهج في المرحلة المتوسطة ما زالت ورح تستكمل عملية التطوير إلى المرحلة الثانوية. وقد وجه المشاركون في الملتقى التعليمي العديد من الأسئلة مع وضع وجهات نظرهم وآرائهم فيما يخص المناهج التعليمية. خلاصة دهن العود المبخر والورود من شركة أمل الكويت. حياكم الله مشاهدينا، وأيضا تواصل معاكم ونروح معاكم فعاليات أخرى وعديدة لدينا في أجوبتنا الكثير. مثل ما قلناكم في المقدمة أن عندنا كثير من فعاليات اليوم، يمكن على وجه التحديد تزخر فقرات مساء الخير كويت بكثير من فعاليات والأنشطة في شتى المجالات،
تربوية اجتماعية أيا كانت وأي مكان كانت. هي كاميرا مساء الخير لا تألو جهدا بالذهاب مباشرة لهذا المكان بالتواصل مع أصحاب المكان وتغطية هذا أو هذه الفعالية في المكان ونقلها هنا في تقارير مساء الخير عبر فقراتنا اليومية. بكل ترحيب بكل أيضا حب نتواصل معكم مع كل من يريد أن يقيم فعالية لها شأنها أن تفيد المجتمع بأن نسلط الضوء عليها ونصورها ونأخذها في لقطاتنا ونعرضها لكم عبر برنامج مساء الخير يا كويت. فقرتنا التالية مشاهدينا هو نشاط مختلف قليلا لكن المرة راح يكون في محافظة العاصمة، وهذه المحافظة نظمت ماراثون رياضي للطلبة، مش ماراثون رياضي على مجال أوسع، خصصوا للطلبة. الأنشطة الرياضية مشاهدينا لها الكثير بالتأكيد من دلالات وتؤكد أيضا على المشاركة، مشاركات طلابية واحتفال اجتماعية. هذه المشاركة الطلابية والاجتماعية تواكب العملية الدراسية ولها أكيد فوائد في هذه المسألة، بالإضافة إلى احتفال محافظة العاصمة بالأعياد الوطنية أقامت مثل هذا الماراثون الرياضي للطلبة اللي راح نشوفها الحين إن شاء الله عبر التقرير التالي. تحت رعاية سعادة الشيخ علي الجابر الأحمد الصباح محافظة العاصمة، أقامت محافظة العاصمة بمناسبة الاحتفالات الوطنية مهرجان رياضي بمشاركة طلاب منطقة العاصمة التعليمية الذي بدأ من أمام أبراج الكويت نهاية عند سوق الشرق. جاء اختيار معالي محافظ العاصمة الشيخ علي الجابر الأحمد الصباح إلى الماراثون الرياضي تعبيرا عن الاحتفالات الوطنية لليقين التام بأهمية الرياضة وترسيخ مفهوم الرياضة لدى الشباب واهتمام الأسرة أيضا بدعم الرياضة كعنصر أساسي في حياة الفرد لما لها من أهمية قصوى على صحة الإنسان. ولم تقتصر الفعالية على الماراثون فقط بل شملت كرة القدم وكرة الطائرة أيضا. في هذا اليوم عندنا سباق المشي تحت رعاية محافظ العاصمة برعاية الشيخ علي الجابر الصباح، وأبت وزارة التربية إلا أنها تساهم بمثلة في منطقة العاصمة التعليمية في توجيه التربية البدنية. أنه راح يكون اليوم في عندنا فعاليات عبارة عن سباق مشي للمرحلة المتوسطة بمشاركة 140 طالب. السباق راح يبتدي إن شاء الله من مقابل أبراج الكويت لقاء